ينضم معنا الدكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين من الأنبار. مرحبا بك دكتور أحمد. يعني هل حدثتنا عن تفاصيل هذه الحملة الجديدة التي نفذها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. بفضل الله سبحانه وتعالى كان للهيئة دور بارز وسبق ريادي في إيصال المساعدات الغذائية الضرورية للعوائل المحاصرة في قضاء عانة، وهذه بعد انتهاء العمليات العسكرية. وكانت الهيئة هي أول منظمة أو هيئة إغاثية تدخل قضاء عانة، والحمد لله بالتعاون مع منظمة الفلوجة للإغاثة الإنسانية تم إيصال 300 سلة غذائية إلى قضاء عانة، فتم توزيعها على العوائل المحاصرة هناك. وبدورنا ومن خلال قناتكم نحب أن نورد بعض الأمور التي رصدها الفريق الإغاثي من خلال حملته. حقيقة عدد العوائل المتواجدة في قضاء عانة حوالي 1500 عائلة محاصرة تحتاج إلى المواد الإغاثية. هناك بعض الشوارع لا زالت مغلقة وغير مهيئة للاستخدام السيارات، وهذا ما يعني يعطي عبء كبير على أهالي المنطقة في التنقل. حظر التجوال من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7 صباحا، حيث لا يسمح بتنقل السيارات لا داخل المدينة ولا خارجها. مواصلت هيئة علماء المسلمين هذه الحملات في الأنبار، إلى أي مدى يعني خفف من معاناة أهالي الأنبار؟ نعم، حقيقة هناك مركز صحي واحد فقط بإمكانيات بسيطة. احنا نورد هذه الأمور حتى تكون مناشدة عبر فضائيتكم إلى المنظمات والهيئات الإغاثية، لأنه هيئة علماء المسلمين هي أول من دخل إلى هذا القضاء ورصد هذه الأمور. المركز الصحي بإمكانيات بسيطة، يعني حقيقة دكتور واحد يأتي من الرمادي ومعه معاون طبي، وهناك نقص واضح بالأدوية والمستلزمات الطبية، والحالات التي تحتاج إلى تداخل جراحي يتم نقلها إلى مدينة حديثة أقرب مكان إلى من قضاء عانة. وهذه العملية يعني حقيقة تخضع لإجراءات أمنية وموافقات معقدة قد تطول مما يؤثر على سلامة المريض. ما سبب تقصير المؤسسات الإغاثية الحكومية والدولية تجاه أهالي المدينة؟ والله احنا من خلال قناتكم رصدنا هذه الأمور، ونناشد المنظمات والهيئات الإغاثية المحلية والدولية أن ينظرون بعين إلى هذا القضاء اللي أصبح مدمرا بالكامل والحياة شبه معدومة فيه. يعني الأهالي حقيقة قدمت الشكر والتقدير إلى هيئة علماء المسلمين وإلى منظمة الفلوجة الإغاثة الإنسانية لأنها أنقذتهم بإيصال هذه المساعدات الغذائية. عن طريق قناة الرافدين نناشد المنظمات والهيئات الإغاثية إلى المسارعة في تقديم العون، تقديم المواد الغذائية، تقديم الأدوية والمستلزمات الطبية. هناك حالات مرضية تحتاج إلى علاج، المدارس مدمرة بسبب القصف العشوائي، ونحن مقبلون على عام دراسي جديد. يعني بالنسبة للماء الصالح للشرب، بالنسبة للكهرباء، الأسواق والمحلات التجارية مغلقة ولا يمكن نقل المواد بسبب الحصار. حقيقة الطريق الواصل بين الفلوجة ويعني قضاء عانة طريق عسكري، ويعني مررنا بتحويلات ترابية. أصبح هذا الشارع يؤدي إلى نقل المواد بسهولة ويسر حتى ممكن إنقاذ هذه العوائل المحاصرة. شكرا لكم دكتور أحمد الخطيب، مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين في العراق.